إخواني متطوعين المسيرة الخضراء وأعضاء اتحاد مغاربة فرنسا للأعمال الاجتماعية والتضامن واتحاد العالمي لمغاربة المنشط. احنا جينا اليوم جماعيين بيد واحدة، شعار واحد هو الله والوطن والملك. وجينا اليوم هذه الوقفة اللي درناها أمام ولاية الدار البيضاء الكبرى، كانوا جاي واحد العدد كثير 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 بزاف، ولكن احنا درنا واحد الوقفة اللي هي غادا ترضي الجميع. ونقول بأنه اليوم الوقفة ديالنا خصوصا على القرقارات اللي هي وطنية ومغربية دائما وأبدا، وهذه الوقفة كتدل بأنه السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعطى تعليماته السامية إلى 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 الشعب الأمريكي، ولكن برعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأنه تكون عندنا قنصلية ومقر ديال الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة. وهذا شرف عظيم للمغاربة إنما كانوا المغاربة ولله الحمد. احنا الشعار ديالنا عندنا شعار وعد وهو الله والوطن والملك. وكنشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حسن مكور متطوع مسيرة خضراء منفارة سنة 1975. لبينا النداء الملكي صاحب الجلالة مبدع المسيرة، مشينا الصحراء الحمد لله وحررناها بدون سفك دماء بدون سلاح أي شيء. واليوم احنا كنحتفلوا في ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء أمام الولاية بهذه الإنجازات اللي حقق سيدنا نصره الله مع أمريكا باعترافها في الصحراء المغربية. كما كنرفع التحية السدة العالية بالله ملكنا محمد السادس نصره الله، كما أننا الآن كنشتغلوا على إن شاء الله التجهيز للسفر إلى الكركارات باش تواجدوا بها إن شاء الله يوم 11 جانفي يوم توقيع وثيقة الاستقلال، توقعات في المنزل ديال جدنا رحمه الله الحاج أحمد مكوار. وحنا كمتطوعين الآن عاد ارتاح القلب ديالنا باعتراف جميع الدول بالصحراء المغربية، لأننا حنا أصلا منين مشينا على أن الصحراء المغربية، لأننا حنا واثقين منها، وذلك الأعراف والوثائق اللي كاتبين، لأن ما جيناش ومشينا. فكان عندنا تفير من مبدع المسيرة رحمه الله الحسن الثاني. وحنا دائما جنود مجندين وراء صاحب الجلالة، وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. والصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان معكم حسن مكوار نائب الرئيس. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.